معايا من ابو ظبي في الامارات الاستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي الكويتي المعروف. استاذ فؤاد مساء الخير. اهلا وسهلا استاذي. سيدي، يعني يمكن كنت قد تشرفت بالحديث اليك في شهر مارس الماضي، وحينها قلت لنا انه عناصر جماعه الاخوان موجودين في الكويت، موجودين في قطر، موجودين في تركيا، ويتمتعون بكل الحريات الماليه والاقتصاديه، ويستغلون تواجدهم للهجوم على مصر وعلى الشعب المصري. وقلت يومها انه في عهد حكم الاخوان ومحمد مرسي نقل إلينا، يعني في الكويت، إلى الكويت يعني حوالي 250 ألف إخواني بأمر من المرشد العام. نحن نتذكر هذه الكلمات اليوم عندما نستعرض خبر هذه الخلية الإرهابية. ما تعليقك؟ هذا بالتأكيد، يعني الآن الرقم 18 أو الذي قالوا عنهم أنهم 8 سوف يتم تسليمهم إلى القاهرة، هذول رأس جبل جليد. يعني الموجودين اكيد الذين لم يتم القبض عليهم الان اتوقع انهم ما بين 100 الى 150 شخص من الذي صدرت عليهم احكام، انما ازاي دخلوا؟ طبعا يعني تشير التحقيقات الاوليه الى ان هناك جمعيه خيريه كويتيه، يعني ثلاثه ارباع مجلس ادارتها مش من عتاة الاخوان الا من ديناصورات الاخوان الكبار، هم دخلوا على كفاله او بتسهيلات من هذه الجمعية التي يقال عنها خيرية. بالتالي هم الآن يعني اعتبروا الكويت مرتع ربيع لهم، ولدرجة أن العديد منهم كانوا يقولون لمن موجودين في القاهرة أن الكويت بلد آمن لهم. وهم في الحقيقة يعني الحرية اللي تمتعوا فيها بالكويت والدعم المالي اللي يحصلون عليه من الأغنياء الأخوان بالكويت، وهي أنا دائما كنت أقول أن أخوان الكويت هم جهاز الATM بالنسبة للقيادة في الأخوان في مصر. يعني في عندكم في مصر هناك القيادة هم المخ، وفي الكويت هم العضلات ومعهم المال. نعم، وبالتالي الآن يعني أنا أتصور أن الكويت بالإعلان هذه أول مرة أن الحكومة الكويتية تضرب الإخوان بهذا الشكل العلني، هم دلوعين ماما وعايشين بالكويت 65 سنة برعاية حكومية يعني بعيشة مخملية، مناصب ووزراء ونواب ولديهم بنوك ومؤسسات ومصارف وجمعيات هذا تجمع تبرعات الملايين، حتى أن جمعية الإصلاح اللي هي مكتب الإرشاد بالكويت تبرعت في مؤتمر المانحين للعراق 100 مليون دولار. تخيل انه جمعيه نفع عام تتبرع ب 100 مليون دولار، اذا ما هي كميه الاموال الموجوده حتى يمكن ان تتبرع ب 100 مليون دولار؟ وبالتالي يعني انتم عليكم في مصر دور كبير جدا ان تقدموا كل ما لديكم من وثائق وزاره الداخليه المصريه لكل الذين غادروا الى الكويت، كل الذين قدموا اوراق تاشيرات عن طريق الداخليه هناك السفاره الكويتيه، يجب ان نحصرهم حصرا دقيقا بشكل اكثر دقه، ولتساعدوا السلطات في الكويت او حتى تنيروا او تزيلوا الغشاوه عن عيون الحكومه الكويتيه التي ما زالت تعتقد انهم كتاكيت وليسوا افاعي. طيب، هو يعني ما تفضلت بالاشاره اليه الان هو يحدث بالفعل في ظني وفي اعتقادي، لكن يعني حتى مع هذه الحادثه الاخيره استاذ فؤاد، هناك من يقول بانه بعض النواب في مجلس الامه الكويتي مارس ضغوطا على الحكومه الكويتيه لكي لا تسلم اعضاء هذه الخليه الى مصر. صحيح صحيح، وهذه ليست بالمبادره الاولى او السابقه الاولى، يعني انا كنت اصلا يعني من الذين يتشككون انه ممكن وزير الداخليه الكويتي يفتح مع هؤلاء الارهابيين تحقيقا، لانه ممكن الاخوان نواب الاخوان في البرلمان يهددوه باستجوابه، وبالتالي يعني ممكن يطيحوا به ويسحبوا الثقه منه ايضا، وبالتالي هم لهم نفوذ قوي ولهم وزيرين او ثلاثه في الحكومه، يعني انت تتحدث عن دولة داخل الدولة، الإخوان المسلمين في الكويت دولة داخل الدولة، لعل هذه الخلية يكون هي المسمار الأول في نعش بالكويت،
لان الكويت الان دخلت في مثلث الارهابي التركي القطري، اصبحت جزء من هذا المثلث، وبالتالي برعايتهم وما زالت اعتقد بان الاخوان مع انهم ارادوا او اوشكوا على اسقاط النظام في الكويت عام 2012 هم اللي محركوا الناس في الشارع زي ما عملوا في ميدان التحرير بدايه دوره يناير. كرروا السيناريو في الكويت في 2012. ويعني اتمنى ان يكون هذه الخليه هي بدايه المسمار الاول من عشهم ولتسجيل الغشاوه عن عيون الحكومه الكويتيه وتصنفهم كارهابيين وتقف مع الشعب المصري واشقائه في الخليج. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي الكويتي، حدثتنا من ابو ظبي. طبعا هنتابع تداعيات هذا الموضوع، موضوع الخلية المصرية الإخوانية اللي تم القبض عليهم وترحيلهم من الكويت إلى مصر.